بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، التواصل ما زال مستمر والانطلاقات دائما جميلة هنا مع هذه الشعارات الجميلة بمختلف ألوانها وشعاراتنا التي دائما تأتينا في كل عام، وحضورها جميل، حضورها مميز سواء في هذا الميدان أو في أي ميدان. نتمنى التوفيق والنمو. شوطنا الخامس عشر الذي انطلق منذ هذه اللحظات، شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط خصوصا جعدان المحليات الأصايل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للجميع. هناك عودة إلى المركز الأول، ما شاء الله سراب نايع بن سالم بن سيب الشاوي لقفل النقر على المركز الثاني، القاضف في ثاني المراكز عبيد بن محمد بن مرخان، بينما اللي في المركز الثالث هناك من الجانب الآخر منذر ومحمد بن سالمي بن ناصر الشامسي، وفي المركز الرابع أيضا حضور الرسمي ناصر سالم حبيب الهشامي، وخامس المراكز أشوف هناك مهيض أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي وشاهين يا شاهين، سادسا أيضا هناك حميد بن خليفة بن حميد بوسحر الشامسي. هكذا كانت النتيجة ما شاء الله للمراكز، دعناها عليكم. انتقل وياكم إلى المركز السابع، اللي في المركز السابع عالي ومحمد بن حارب السعدي ثامن المراكز. أشوف في هذه اللحظات مياس راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن هناك اللي هو منذر حمد عريش طيط الوهيبي، وتاسع المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن اللي هو ثاير حمدان بن عبيد بن محمد عبيد الخاصوني، وفي المركز العاشر هناك الناير علي بن سيف مران الظاهري. هكذا كانت نتيجتنا. الله، شوف اللي خذ المركز الأول، شوف اللي خذ المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا 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 المتألق حميد بن خليفة بن حميد وسحر الشامسي. يا سلام، أشهد أن لك مواقف يا أبو خليفة، أشهد أن لك مواقف، أشهد أن لك إنجازات، أشهد أن لك تاريخ في ميدان المرمو في أي ميدان ما شاء الله. نتمنى لك التوفيق يا راعي الشبابي. المركز الثاني مهيض أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي، ثالث المراكز هناك وصل في هذه اللحظات الرسمي ناصر بن سالم حبيب الهشامي الهشامي، شعار الرموز أيضا يتواجد على أرضية هذا الميدان. المركز الرابع هناك من الجانب الآخر سراب سنايع بن سالم بن سيب الشاوي الأغفلي، أهالي اللبسة، أهالي اللبسة ما شاء الله حاضرين، نتمنى التوفيق، نبي نطرش السلامات إلى اللبسة وبياته، نتمنى لكم التوفيق. رابع المراكز، انتقل إلى المركز الخامس وهناك السمح في خامس المراكز، ولا مياس راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا ما شاء الله للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ابو حميد، يا ابو خليفه يا ابو خليفه، عطني اخبارك شوي، عطني اخبارك شوي. نتمنى لك التوفيق، خلك متكتك، خلك متكتك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حميد بن خليفه بن حميد بو سحر الشامسي نقلتنا على المركز الثاني، هناك مهيض احمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي، وفي المركز الثالث، المركز الثالث هناك اللي هو سراب نايع بن سالم بن سيب الشاوي الأغفلي ثالثا، وفي المركز الرابع أيضا الرسمي ناصر بن صالح بيب الهشامي. يا بعدي أشهد أنك لبعدي، أشهد أنك كفو يا أبو خليفة، يا أبو خليفة يا أبو خليفة إلى الأمام إلى المركز الأول، يا أبو خليفة إلى الناموس، جماهير مزهر تناديك، محبين مزهر ينادونك. نتمنى ان شاء الله التوفيق، ولكن شوف اللي قادم، شوف اللي ما يبنى لطاري منذر منصور بن سالمين بن ناصر الشامسي، وايضا مخلاب حمد بن سالم بن جاسم بن خليفة المسافري. يا سلام يا مخلاب، بسم الله عليك يا مخلاب. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة، هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة. الله، شوف شاهين، يلا يا حميد روح،
يلا يا حميد روح. هل بالطلايب وصلوا؟ هل بالطلايب وصلوا؟ هل اللبس وصلوا؟ أهالي بيات وصلوا؟ ولكن مخلاب يا مخلوب يا مخلاب اللي في المركز الثاني حمد بن سالم بن شاسب بن خليفة المسافر اللحظات الأخيرة. ثالثا منذر منصور بن سالمي بن ناصر الشامسي. وفي المركز الرابع أشوف السهم لسعد بن عثمان بن محمد بن أحمد. ولكن مخلوب 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 عطوا درب مخلوب غير على الصدارة، مخلوب غير على المركز الأول. أيضا هناك حمد بن سالم بن شاسم بن خريفة المسافري غني عن التعريف هذا القعود، غني عن التعريف هذا القعود. نتمنى لك التوفيق يا أبو حمد، نتمنى لك التوفيق يا أبو حمد. حمد بن سالم بن شاسم بن خليفة المسافري، المسافري سافر مع الناموس، صاحب نقطة في ميدان المرموم، صاحب نقطة في ميدان المرموم، في ختامي المرموم ما شاء الله. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك التوفيق في ختامي المغفول لها الشيخ حمدان بن راشد صاحب نقطة. سلامي عليك يا بن شاسم. حمد بن سالم بن شاسم المسافر المركز الثاني. هناك نايع أيضا بن سالم بن سيب الشاوي المركز الثالث. اللي في المركز الثالث عطونا إياه شوي. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث منذر حمد بن علي بن شطيط الوهيبي. المركز الرابع المركز الرابع السهم لسعد بن عثمان بن محمد بن أحمد. وخامس المراكز أيها الإخوة لمنصور بن سالمي بن ناصر الهاشمي. مخلاب 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 يكرر إنجازه الثاني ولا الثالث في هذا الموسم. شكرا بوشهاب، شكرا بوشهاب. ما شاء الله حمد بن سالم بن شاسب المسافري ست دقائق خمس ثواني وخمسين جزء من الثاني. تهانينا لحمد بن سالم بن شاسب بن خليفة المسافري.